استاذ احمد عبد المجيد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري، واحنا بنتكلم على نادي الاتحاد السكندري في الفتره القادمه، واكيد شعبيته الكبيره والتواجد الكبير جدا لمحبي نادي الاتحاد في كل مكان. الفتره اللي جايه واللي المفروض يحصل في الفتره اللي جايه، ايه اللي يحصل عشان نادي الاتحاد يبقى في احسن حالاته؟ دي نقطه مهمه جدا، لان الجماهير صراحه انتوا شفتوا، او يعني طبعا اكيد اللي متابع نادي الاتحاد شفتوا الفتره اللي فاتت، وكابتن محمد عمر لما جه كانت في ظروف صعبه جدا، ولكن قدروا ان هم يعدوا المرحله الصعبه دي. ولكن السنه الجايه الناس مش عايزه تشوف حاجه زي كده. هنا الاداره اكيد بتقف على المشاكل، بتحاول تصلحها من خلال طبعا استاذ احمد عبد المجيد، نقدر نتكلم معاه في هذه النقط والصفقات اللي ممكن يكون باصين لها في الفتره القادمه. استاذ احمد تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ يلا الحمد لله ان شاء الله نتمنى موسم جديد جيد بالنسبه لنادي الاتحاد بامر الله. ان شاء الله احنا عاملين تجهيزات جنب الموضوع ده، ان شاء الله نبتدي بيها كويسه ونستمر، يعني مش عايزين كل مره نبتدي وبعدين نتوقف في الاخر. لا ان شاء الله خير. في البدايه لازم المدير الفني، عشان لو حضر يعني انتوا اكيد انتوا جبتوا صفقتين لغايه دلوقتي اعتقد، المهدي ومين تاني؟ عشان بس انا نسيت، كان في حد تاني انا نسيته. لا احنا فيها تقريبا 6 صفقات. 6 صفقات؟ طب ده انا بقى يمكن انا معلومات عندي لسه لغايه دلوقتي، يعني كان عندي المهدي سليمان وحد تاني بس انا كنت ناسي اسمه. مين بقى يا فندم؟ المهدي سليمان، وجددنا مع الكابتن ابراهيم حسن. ابراهيم حسن تفعيل بند الشراء، تمام. بالظبط. وفي 4 صفقات تانيين بس هيعلن عنهم النادي، يعني عن طريق النادي. الموقع الرسمي للنادي. ونصر ناصر تقريبا الجونه برضو كنت حضرتكم اعلنتوا، هو ده اللي ونصر ناصر بالظبط، احنا بنعلن عن طريق الموقع الرسمي للنادي. طيب في 3 صفقات اخرى يعني، تمام، تم التعاقد معاهم. طيب المدير الفني بقى، عشان لو احنا بنتكلم على الاستقرار الفني ده الاهم بالنسبه لنادي الاتحاد حتى الان، يعني وصلتوا لفين؟ احنا كان عندنا اجتماع النهارده لجنه الكوره مع استاذ محمد، وتم الاستقرار على المدير الفني اللي هو زوران السردي. مين يا فندم معلش؟ كابتن زوران. زوران، اوكي. ده كان طبعا كلام عنه في الفتره اللي فاتت كبير جدا داخل نادي الاتحاد، تمام. بالظبط، يعني كنا في تفاوض ما بين كابتن زوران وكمان في كوتش اللي هو بومل، بس كان البادجت كان اعلى من البادجت بتاعنا بصراحه، فاحنا فضلنا كابتن زوران. طب دي خطوه هايله، يعني فكره الاستقرار الفني على المدير الفني دي كانت مهمه. طيب يعني هل الامور الخاصه بقى، كان كابتن محمد عمر كان يمكن ايام كانوا معانا، وعمليه التقدير من كابتن محمد عمر للمجلس الاداره، وان هو لو كابتن محمد عمر معانا ان شاء الله موجود في ايه بقى، في يعني هل هيبقى في بوزيشن معين؟ احنا لسه البوزيشن لسه لما يتم، كان برضو كابتن محمد معانا النهارده مع لجنه الكوره، كان قاعد معانا مع محمد برضو، كنا بنتكلم في الفريق واللعيبه واللاعبين المراكز اللي احنا محتاجينها واللاعبين اللي هيتم الاستغناء عنهم، واتكلمنا برضو تطرقنا لدور كابتن محمد عمر معانا ان شاء الله، بس لم يستقر حتى الان يعني، بس ان شاء الله معانا يعني. بس هو خلاص، هو الكابتن كان بيتكلم ان هو بعيد عن التدريب، وبالتالي انت هو اخدته مش اتجاه المدير الفني ده. ما خلاص، ما انتوا جبتوا بقى مدير فني، لكن هو كابتن كان عنده تجربه مع نادي الاتحاد كمدير كوره، هل ممكن تكون هي دي الاستعانه بكابتن محمد عمر في المنطقه دي؟ والله موضوع مدير الكوره احنا لسه بندرس الموضوع، عشان هو كابتن عمر مش هيبقى متفرغ طول الوقت. هو في القاهره النهارده، وسياده النائب بيبقى في عنده اجتماعات، فهيبقى صعب ان هو يتواجد طول الوقت مع الفريق، فهي دي النقطه اللي احنا بنتلاحظ فيها يعني. مدير رياضي مثلا او مثلا مستشار رياضي، مستشار لل يعني احنا يعني بنشوف البوزيشن هيبقى ايه بالظبط، لسه حتى مستشار رياضي يا اما مدير اداري، يعني ده اللي احنا لسه بنبحثه مع كابتن محمد، وان شاء الله هنوصل لحاجه مناسبه يعني ان شاء الله بالنسبه للكابتن. نتمنى نشوف نادي الاتحاد بشكل مختلف السنه الجايه ان شاء الله استاذ احمد، ويعني اكيد نادي الاتحاد نادي ان شاء الله. هو الكوتش جاي زوران المفروض امتى؟ هيوصل قبل يوم 12، وهيبقى معاه مساعد مدرب عام، ومعاه مدرب حراس مرمى، تمام. وفي هل هيكون في مدرب مصري في الجهاز؟ هيكون في مدرب مصري. حددتوه ولا لسه يا استاذ احمد؟ 90% ان شاء الله. مين طيب الاسم؟ لا لسه يعني احنا في اسمين، فعشان احنا لسه ما وصلناش، ما وصلناش على الاسم اللي موجود، فبرضه هتبقى عن طريق لما النادي يعني ان شاء الله الجهاز بالكامل ان شاء الله. طيب هل تحدد المعسكر هيكون امتى، ولا برضه مستنيين لما المدير الفني يجي؟ لما المدير الفني يجي ان شاء الله. فتره الاعداد دي مهمه جدا،
هتبقى منتظر المدير الفني لما يجي يحدد ده ان شاء الله. والراجل حددته معاه العقد يعني مدته قد ايه، ولا مجرد بس تعاقد سنة اتفقنا لمدة سنة، سنة واحدة؟ اه سنة واحدة. سنة. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله استاذ احمد، ونشوف نادي الاتحاد زي ما قلنا بشكل الله مختلف. يخليك. حاج محمد مصلحي، حضرتك طبعا، كل مجلس الاداره والجهاز الفني الجديد بقى، واللاعبين يبقوا على قد المسؤوليه، لان فعلا نادي الاتحاد عنده مجموعه من اللاعبين المميزين، بالاضافه طبعا لمجموعه اللعيبه اللي ممكن تكون صفقات جديده. طيب